بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير. جمهور النادي الأهلي العظيم، أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من برنامج الترند. عايز أقول وإحنا خلاص في الساعات الأخيرة من عام 2023، كل سنة وحضراتكم طيبين، كل سنة والشعب المصري دايما بخير، ويا رب 2024 تكون سنة أفضل على جميع المستويات، ويكون الخير والسلام والطمأنينة لكل الناس يا رب في العام القادم. وكل واحد ما قدرش يحقق أمنياته في عام 2023، يا رب بإذن الله تكون عام 2024 عام السعد على كل الناس وعلى كل الشعب المصري في كل مكان بشكل عام، وعلى كل جماهير النادي الأهلي بشكل خاص. النهاردة حلقة جديدة من برنامج الترند، والنهاردة بالتأكيد هنتناول بعض الموضوعات الموجودة في السوشيال ميديا بخصوص النادي الأهلي. خاصة نقدر نقول الفترة القادمة مش هيكون في أي مباريات، مش هيكون في أي بطولات، فالكلام هيكون كتير على الصفقات والانتقالات وأبرز التدعيمات اللي ممكن تتم في النادي الأهلي. كمان هنتكلم على كيف يستعد النادي الأهلي للمرحلة القادمة، لأن الفترة اللي جاية في أجازة وراحة سلبية حوالي 10-12 يوم، وبعدها بداية التدريبات إن شاء الله يوم 11 يناير استعدادا لأولى المباريات يوم 16 فبراير في الجزائر مع شباب بولوزداد في المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة لدوري أبطال إفريقيا. كمان النهاردة عندنا، بما أننا بنختتم خلاص عام 2023، عندنا كده تقرير يعني موجز بسيط عن حصاد برنامج الترند في عام 2023. يمكن لو هنستعرض كل القضايا والأخبار والانفرادات والكواليس اللي اتكلمنا فيها في عام 2023 بالتأكيد ده محتاج حلقات، ولكن قدر الإمكان حاولنا بس نختصر كده تقرير في مدة 4-5 دقايق، هنستعرضه إن شاء الله في الجزء الأخير من برنامج الترند عشان يعني نودع عام 2023 بعدد من الموضوعات المهمة اللي احنا أثرناها في عام 2023، والحمد لله كان لها نتائج إيجابية، ثم نستقبل عام 2024 بإذن الله من الغد بأخبار جديدة وموضوعات جديدة. يعني زي ما انتم عارفين دايما بنتكلم في مصلحة النادي الأهلي وفي مصلحة الكرة المصرية بشكل عام. حلقة فيها كواليس وفيها تفاصيل، ويعني قدر الإمكان نحاول نقرب شوية من استعدادات منتخبنا الوطني، وأيضا في الفترة القادمة كيف يستعد النادي الأهلي لما هو قادم، خاصة أنها فترة طويلة جدا 45 يوم ما فيش أي مباريات رسمية للنادي الأهلي لانشغال منتخبنا الوطني في كأس الأمم الإفريقية اللي هتنطلق إن شاء الله يوم 13 يناير في الكوت ديفوار. كل التوفيق يا رب لمنتخبنا الوطني. عموما نبدأ حلقتنا بسؤال حلقة النهاردة، والنهاردة وإحنا بنختتم عام 2023، في رأيكم ما هي أجمل أهداف سجلها الأهلي في عام 2023؟ تقدروا تجاوبوا معانا وتشاركوا في الإجابة على السؤال من خلال صفحات القناة على السوشيال ميديا، وفي الجزء الأخير إن شاء الله هستعرض أكبر قدر من آرائكم في أجمل أهداف الأهلي، مش هدف واحد، اللي عايز يقول هدف واثنين وثلاثة كل واحد يشارك في الإجابة على السؤال. لكن بسرعة نروح لأهم العناوين. البداية في ترند الأهلي، الأهلي يوجه رسالة للطفل الفلسطيني علي نافذ. وفي الترند المحلي، المنتخب يبدأ معسكره الاثنين بالعاصمة الإدارية. وأخيرا صلاح يصل القاهرة الخميس المقبل استعدادا لأمم إفريقيا. عندي كلام كتير على رسالة الطفل الفلسطيني ورد رسمي من النادي الأهلي، كل ده ولكن بعد الفصل. مشهد قاسي ولكن واقع الحال في غزة. مشهد امبارح يمكن عمل ضجة وردود فعل قوية جدا على السوشيال ميديا وكل مواقع التواصل الاجتماعي، ابتداء من منصة اكس، فيسبوك، حتى على الانستجرام، الصور والفيديوهات. طفل محب لكرة القدم وعاشق للنادي الأهلي، ولما تسمع طفل عنده 7 سنين أو 8 سنين بيتكلم عن قدوة، أنا مش بتكلم على كورة ولا مجال الكورة، بتكلم على القدوة. وإحنا بنتكلم دايما وبنقول من خلال شاشة قناة الأهلي، الرياضة رسالة والإعلام رسالة، ولكن لما تلاقي لسه طفل بيبدأ حياته عنده أحلام وعنده تطلعات، وفي السن الصغير ده مهم جدا انك تجد قدوة للأطفال الصغيرة، ما بالك بطفل فلسطيني قدوته النادي الأهلي، بيحب حارس مرمى النادي الأهلي، تسمع أحلامه نفسه يلبس قفازات حراسة المرمى في النادي الأهلي، نفسه يلبس تيشيرت النادي الأهلي. ولكن للأسف
حرب وخيانة واستعمار وكيان إرهابي في فلسطين بيحارب في الشعب الفلسطيني، والعالم كله بيتفرج، ومشهد طفل زي ده بالكلام بتاعه ده لو مشهد في أوروبا، عشان تعرفوا للأسف إن في عنصرية، لو المشهد ده في أوروبا كانت الدنيا اتقلبت. ولكن الطفل لما اتكلم على النادي الأهلي وكان ليه رسالة للنادي الأهلي النهارده، على طول كان في رد رسمي من إدارة النادي الأهلي. تعالوا نسمع ونشوف الطفل الفلسطيني الجميل علي إسماعيل نافز بعد ما تعرض لحروق نافذة وتعرض لإصابات وطعن من كيان إرهابي مختل. نسمع ونشوف قال إيه، لأن النهاردة كان في رد رسمي على مستوى رسمي من مجلس إدارة النادي الأهلي. متابع. علي إسماعيل نافذ جابر مشتهى، وأنا كنت بدي نفسي ألبس كفات الأهلي وبوت الأهلي وزي الأهلي، بس بالأخير لبست هاي كفات وهاي بوت. والله كنت نفسي، أنا كنت نادي الأهلي وبحبهم كتير. بحب النادي الأهلي كتير. شو بدك تقول لهم؟ يلا فرصة يسمعوك يعني. خدوني عنكم، أنا وخالتي وبنت عمي وابن خالي، خدوني عنكم عالجوني بس، وأشوف محمد شنو قدوته. كل واحد بحب نادي الأهلي. شو كنت بدك تصير لما تكبر؟ حارس نادي الأهلي زي حارس الشناوي. كنت نفسي ألبس كفات الشناوي وبوط الشناوي وزي الشناوي. كنت نفسي، كانت أحلامي كلها بس أسافر على مصر عشان أسجل بنادي الأهلي وأتدرب عنده. كنت نفسي، كنت كل ما تيجي مباراة يا الأهلي أحضرها، وبالأخير بسودش وجهنا لا ببيضوه. وآخر مرة فازوا كأس إفريقيا، فازوا ورفعوا رأسنا، وإحنا هنا 11 مرة فزنا كأس إفريقيا، مش مرة ومرتين، 11 مرة. وأنا كنت في النادي الأهلي وبحبهم، ودم أحمر عشان أنا أهلاوي. ألف سلام عليك. الله يسلمك. بتتعالج يا رب، بتروح وبنشوفك حارس النادي الأهلي بدون ما نزعل الزمالك كمان. طيب لك لايك وأنا بالفيديو. مشهد قاسي جدا، وأحلام طفل تبخرت بسبب كيان إرهابي مختل. ولكن شوف روحه وجمال كلامه وإحساسه في ظل المعاناة اللي هو بيعاني فيها دلوقتي، وكل أطفال غزة وكل أطفال فلسطين بيعانوا منها في الفترة الحالية. فاكر وبيتكلم على تاريخ الأهلي ومتابع مباريات الأهلي، وقال لك الأهلي 11 دوري أبطال إفريقيا، لسه الأهلي كسبان كاس السوبر. هل في حد ممكن يكون في معاناة زي دي ويكون عنده رفاهية حتى أن يتابع كورة أو يتفرج على كورة؟ لا، هو بيتابع وبيتفرج. ليه؟ لأن دي القدوة اللي هو دايما بيتابعها وبيتفرج عليها، ونفسه دايما يكون موجود في النادي الأهلي. النادي الأهلي الحمد لله مؤسسة رياضية اجتماعية، مش في مصر بس، على مستوى الوطن العربي. وهذه المؤسسة الكبيرة لها دور مؤسسي تجاه كل الأطفال العرب، تجاه كل الشعب العربي، تجاه كل الأمة الإسلامية، ولكل الأطفال اللي موجودين في جميع أنحاء العالم. النهاردة النادي الأهلي كان ليه رد رسمي، والرد الرسمي نشر من خلال صفحة النادي الرسمية على الفيسبوك. لو أنا استعرض رسالة الأهلي، أنا مش هقول قرار، دي رسالة النهاردة اللي نشر على الصفحة الرسمية من المدير التنفيذي للنادي الأهلي دكتور سعد شلبي، ما هو إلا رسالة اللي اتكتب فيها رسالة ابننا علي وصلت ومحل اهتمام كبير من مجلس إدارة النادي الأهلي. كلنا معاك يا علي، كلنا مع الشعب الفلسطيني، كلنا مع أطفال فلسطين. عاشت فلسطين حرة، وبإذن الله إن شاء الله الحق سينتصر، وكل طفل في فلسطين وكل طفل عربي شاف هذه الحرب الدموية هيقدر بإذن الله في يوم من الأيام يختص لكل الأطفال اللي استشهدوا، ولكل الناس اللي استشهدت في فلسطين منذ اندلاع هذه الأزمة في 8 أكتوبر الماضي. كمان النهاردة الأستاذ محمد الجرحي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي كتب على صفحته الرسمية على الفيسبوك كلام مهم جدا، مش هقول ردا برضو، ولكن رسالة للطفل علي
إسماعيل الفلسطيني. لأن قلت لحضراتكم اللي اتكتب واللي ظهر امبارح على السوشيال ميديا كان ليه يعني ردود فعل إيجابية كبيرة جدا في كل مواقع التواصل الاجتماعي. أستاذ محمد الجرحي كتب وقال: يا علي صوتك وصل، تي شيرت الأهلي وقفازات الأهلي موقعين من الكابتن محمد الشناوي واللاعبين هيكونوا عندك بإذن الله مع أقرب حافلة أو أقرب قافلة، أقرب قافلة للتحالف الوطني. إن شاء الله تخف وهجيب لك بإذن الله موافقة تيجي مصر وتكمل علاجك وتزور النادي الأهلي. اتمسك بأحلامك زي ما أنت متمسك بأرضك وقضية بلدك، وإحنا دايما معاك، كلنا معاك يا علي. وإن شاء الله بإذن الله تنور مصر قريب. ورسالة دعم هنا من قناة النادي الأهلي لكل الشعب الفلسطيني، لكل طفل فلسطيني، كلنا معاكم وفي ظهركم ومعاكم حتى حل هذه القضية، ونختص لكل الشهداء الفلسطينيين اللي استشهدوا في هذه الحروب الدموية منذ عام 1948 حتى هذا التاريخ. دي كانت بداية، كان لازم نتفاعل. والرسالة الإعلامية من شاشة قناة الأهلي لكل اللي اتكتب امبارح من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، لان امبارح بعد الحلقة مباشرة للأسف، يعني امبارح واحنا في الحلقة لو كان الموضوع وصل لنا في وقتها كنا على طول هنتفاعل، لكن بعد الحلقة مباشرة ابتدى الكلام يظهر على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى السوشيال ميديا، والنهارده على طول كان في رد وكان في رسالة مهمة من مجلس إدارة النادي الأهلي وكذلك من محمد الشناوي بشكل غير مباشر. يمكن محمد الشناوي لما تلقى كل هذه الرسائل على طول كان ليه رد فعل وعلى طول كان ليه تحرك، ولكن كل شيء في وقته بإذن الله خلال الفترة اللي جاية. علي إسماعيل الطفل الفلسطيني أتمنى رسالتنا دي توصل له، وبإذن الله أنا عارف إنها هتوصل له، إن كانت ممكن تكون وصلت له كمان قبل بداية البرنامج. معاك وفي ظهرك، وتنور مصر وتنور النادي الأهلي. النادي الأهلي قدوتك وإنت واحد مننا، إنت واحد مننا. طيب أروح لجانب تاني وهو متعلق بلاعب عايز أتكلم عليه النهاردة، لأنه على مدار 347 يوم واجه تحديات كتيرة. امبارح ما كانش عندي وقت أتكلم واستفيض في الحديث عن محمود عبد المنعم كهربا. كهربا لو هنتكلم عليه محتاجين نتكلم في حلقات، لأن اللي كمان اللي شجعني اللي أتكلم النهاردة على محمود عبد المنعم كهربا إن في تقرير نشر عبر يلا كورة عنوانه بيقول: العودة للحياة في 347 يوم، صعقتان لإنعاش قلب كهربا. ليه عايز أتكلم على كهربا؟ لعيب راجع من فترة إيقاف 6 شهور، لعيب بيواجه أزمة صعبة جدا بقضية استنفذ فيها كل درجات التقاضي وأصبح مطالب بحوالي 2 مليون دولار بخلاف الفوائد على موضوع هعيد وزيد وهقول فيه وقلت فيه قبل كده طبقا لأوراق القضية، إن اللي أنصف الزمالك في هذه القضية ما أرسله اتحاد الكرة إلى الاتحاد الدولي. تاني ورق القضية معايا من أول ما كان موجود في الفيفا لغاية لما وصل لمحكمة الرياضات الدولية الكاس، ومكتوب فيها في الحيثيات إن في تفاصيل كتيرة الناس مش قادرة تعرف ملابسات القضية، وإن في أدلة تثبت إن عقد كهربا مع الزمالك سليم، فبالتالي نقدر نوقع له عقوبة مالية كتعويض للزمالك إلا بعد الخطاب اللي تم إرساله من اتحاد الكرة، ده مكتوب في حيثيات القضية. وبالتالي كهربا واجه يعني صعوبات كتيرة جدا على مدار 4 سنين، ولكن السنة الأخيرة تحديدا هي سنة التحدي. كهربا رجع من الإيقاف من يوم 17 يناير 2023، وعلى مدار هذا العام سيبكوا بقى من الناس بتحاول تثبت ان هي عندها معلومات او تتكلم في قضايا وانا صديقي كذا وانا حبيبي كذا وانا بقعد مع كذا والقضايا هيحصل فيها كذا وكهربا مش هيشوف الملعب، كل الناس دي ما انتوا الفتره دي هتشوفوا هاكس كتير، يعني الهاكس والافتكاسات كتير قوي، سواء من محلل فني سواء من واحد ممكن بيقول ناقد رياضي هتسمعوا كتير قوي، ولكن الايام هي اللي بتثبت مين بيتكلم صح ومين بيحاول يضحك على الناس بقى اي كلمتين عشان يكسب دولار ولا 5 دولار ولا 10 دولار من قناة عاملها على اليوتيوب يضحك بيها على الناس بكلمتين، وهو ولا عنده معلومة ولا يعرف يفتح قضايا ولا عنده أصلا أي خبر يثبت حتى بعد فترة أنه كان كلامه صح. كهربا على مدار هذه الفترة 347 يوم، أولا لعب مع النادي الأهلي
بطولات عديدة سواء محلية قارية دولية، ولكن بدايته في هذه الفترة كانت مباراة سموحة، أحرز هدف كانت مباراة في كأس مصر، ثم لعب مباراة الزمالك اللي الأهلي كسبها 3-0 وأحرز هدف. كهربا السنة دي مع الأهلي عمل إيه؟ لعب كأس عالم للأندية في المغرب، لعب كأس عالم للأندية في المملكة العربية السعودية، لعب كأس السوبر الإفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري، لعب دوري أبطال إفريقيا، والسنة دي هو واخد جايزة أفضل هدف في عام 2023 على المستوى الإفريقي، هدفه مع الأهلي في مرمى الهلال السوداني. شوفوا بقى تدابير ربنا سبحانه وتعالى، وإزاي ربنا لما يكرمك من واسعة بعد المؤامرات اللي أنت ممكن تعرضت لها خلال الفترة الأخيرة. خد مع الأهلي الدوري العام، خد مع الأهلي اتنين سوبر على حساب بيراميدز، وفي الدورة الرباعية كأس السوبر للأندية الأبطال. هل الأمر كان متوقف على كده؟ لا، ده كان برضو في مطبات في وسط الموسم، فيديو يتعمل يتبعت لجنة انضباط ويتخذ قرار بإيقاف 12 مباراة، بعد كده يتم تقليص العقوبة من لجنة الاستئناف لست مباريات، وتخلص الست مباريات ويرجع كهربا برضو ويلعب ويحرز أهداف ويكون من العناصر الأساسية. انتوا عارفين كهربا في عام 2023 لعب مع الأهلي 46 مباراة في مختلف المنافسات، سجل 20 هدف وصنع 11 هدف. أنا بعتبر كهربا أيقونة عام 2023، واحد جاي من ضباب كثيف مؤامرات عشان يثبت إن في الملعب هيقول كلمته ويوجه، مش هقول ضربات، صعقات كهربائية لكل من تآمر على هذا اللاعب اللي هيمثل مصر، ومن كرم ربنا عليه إنه هيمثل مصر أيضا في كأس الأمم الإفريقية. وده التتويج اللي خده كهربا في نهاية عام 2023، في سنة كاملة واجه فيها تحديات كتيرة، مش على المستوى البطولات والإنجازات اللي حققها بس والأهداف اللي أحرزها، لا، كل ده توج في عام 2023 باختياره في قائمة منتخب مصر اللي هتمثل مصر في بطولة الأمم الإفريقية في الكوت ديفوار. على فكرة، رغم عدم مشاركة كهربا في النص الأول من موسم 2022-2023، استطاع كهربا أن يكون أفضل هداف في الأهلي متساويا مع محمد شريف، رغم أن كهربا مش راس حربة صريح زي محمد شريف، ويجي بعدها على طول حسين الشحات وبيرسيتا، ولكن بعدد مباريات أقل. دي نقطة مهمة جدا كان لازم النهاردة في الترند نتكلم فيها وإحنا بنختتم عام 2023 على نجم كبير واجه تحديات صعبة زي محمود عبد المنعم كهربا، ابن النادي الأهلي اللي نشأ وتربى داخل جدران النادي الأهلي. طيب، التحديات اللي جاية في عام 2024 تحديات صعبة جدا، لأنك هترجع من كأس الأمم على ماتشين في دوري أبطال إفريقيا، شباب بلوزداد يوم 16 فبراير في الجزائر، وبعدها بأسبوع على طول ماتش ميديام الغاني في كوماسي، مباراتين بعد كأس الأمم في دوري الأبطال، الجولة الرابعة والجولة الخامسة. فبالتالي التحديات هتكون صعبة في الفترة اللي جاية، والإنجازات أيضا كانت على مستوى كبير جدا، ومنتخبنا داخل على كأس الأمم الإفريقية. كل التفاصيل دي بالتأكيد لازم دلوقتي أناقشها مع كابتن مصر وكابتن النادي الأهلي الكابتن أسامة عرابي. كابتن أسامة، مساء الفل، كل سنة وحضرتك طيب. مساء الفل يا محمد، كل سنة وأنت طيب، وخير دايما يا رب، وكل المصريين بخير وبصحة وسعادة، وكل العرب والمسلمين الله يخليك يا رب دايما. كابتن أسامة، يمكن عام 2023 شهد ست تتويجات للنادي الأهلي سواء محلي قاري دولي، شايف إزاي العمل الدؤوب اللي حصل في عام 2023، وكيف من هذا الإنجاز يستطيع الأهلي تكرار نفس الإنجاز في عام 2024، خاصة أن أول 45 يوم أو شهر ونص في بطولة للأمم الإفريقية لمنتخبنا الوطن، وبعد كده هيكون في ماتشات كثيفة جدا للنادي الأهلي محليا وإفريقيا. بالنسبة للنادي الأهلي، أنت عارف أنه أي بطولة بيتحط فيها هو مطالب يكون في المركز الأول، يحقق المركز الأول، يعني المركز الثاني بالنسبة للنادي الأهلي بيعتبر خسارة يعني، والجماهير ما بتقبلش بيه يعني، ده طوال تاريخ النادي يعني. فالحمد لله أنه الأسبوع الأخير قدرنا نحقق بطولة السوبر
وانجاز كبير اللعيبه عملته مع الجهاز الفني وكل من يعمل في مجال كره القدم في النادي الاهلي داخل الفريق الاول. يعني انجاز كبير بعد جهد اكبر في بطوله كاس العالم للانديه حققنا فيها البرونزيه، برضو انجاز كبير. وان كنا نطمع ان طبعا نحصل على مركز افضل أكيد. يعني لكن الحمد لله برضو في خلال 15 يوم او 16 يوم قدرت تحقق المركز الثالث في انديه العالم، كاس انديه العالم، ثم حصلت على السوبر المصري. فالحمد لله سنه 23 انتهت نهايه سعيده لجماهير النادي الاهلي، وان شاء الله اللي جاي كمان هيبقى افضل. طبعا زي ما انت قلت بعد الامم الافريقيه نتمنى كل التوفيق لمنتخب مصر. يعني بطوله برضو البطوله الافريقيه ان شاء الله ماتش في الوزداد ثم الماتش اللي بعده في عبد اليما، فان شاء الله برضو نحقق بطوله افريقيا في 24 ان شاء الله، والدوري وكل البطولات اللي نخش فيها، لان للاسف احنا خلاص بقى اتعودنا على كده، واللعيبه عارفه وكل من ينتمي للنادي الاهلي عارف اول ما بتخلص المباراه وبتحتفل شويه بيقول لك فكر في اللي بعد، فكر في اللي بعد. يعني من ايام ما احنا كنا بنلعب وقافلينا ودلوقتي ومستمر النادي الاهلي على طول بيدور على انجاز جديد. يعني فان شاء الله بالتوفيق يعني في سنه 24 باذن الله. الجميل في الاهلي يا كابتن اسامه ان في تواصل اجيال، يعني مثلا مش هبعد شويه بس هتكلم مثلا من جيل التسعينات وبدايه الالفيه والجيل اللي موجود دلوقتي في اخر 4 5 سنين، كل جيل حسب البطولات اللي بيشارك فيها والحقبه الزمنيه اللي بيلعب فيها الامور مختلفه. انتوا جيل كنتوا متميزين جدا في فتره انك بتكسب 7 8 سنين متتاليه بطوله الدوري العام، طبعا كان في ظروف عدم المشاركه الافريقيه. فالجيل اللي جه بعديكم مثلا في بدايه الالفيه الجديده كان بيكسب اكتر بطولات افريقيا مع الدوري. الجيل اللي موجود دلوقتي عشان كاس عالم انديه بنظام مختلف شويه فابتدى برضه يحقق انجازات مختلفه، دي ميزه الاهلي يا كابتن اسامه اكيد. ما فيش شك. تواصل الاجيال ده يعني حاجه مهمه في اي شغل، في اي قطاع، في في في, في اي مكان. في ناس بتطلع تعمل انجاز سنه او بطوله والموضوع خلاص يطفي ويعيشوا عليها سنوات وسنوات وسنوات. النادي الاهلي ميزته الكبيره انه من ساعة ما انشئ والبطولات ابتدت بتلاقي كل جيل بيسلم الجيل اللي بعده، في تراكم في الخبرات وتراكم في التطور وتراكم، يعني كل جيل بيكتسب من الجيل اللي قبله مبادئ الفرقة وشكل الفرقة والحصول على البطولات ورفع اسم النادي. فهي عملية مستمرة متسلسلة، يعني الحمد لله ما بتتقطعش يعني أكيد. وإذا في فترة بتبقى صغيرة قوي بتعدي من غير بطولات ما بتطولش سنة سنتين بكتير، وبتبقى مستغربة يعني مستغربة داخل جدران النادي الأهلي، مستغربة لجماهيرها. ودلوقتي حتى في الوطن العربي وقارة إفريقيا خلاص عرفوا الموضوع ده، يعني حتى وليد فراج في البطوله الاخيره قال طب احنا عايزين نشوف اي حد غير الاهلي نلعبه، يعني خلاص بقى وصلت لمرحله قال لك هاتولنا حد غير الاهلي طيب. ايه قال لك هاتولنا حد غير الاهلي طيب. يعني خلاص بقى وصلت، هم حتى يعني سواء في كعرب او حتى في افريقيا خلاص عرفوا النادي الاهلي ده هو حاجة على طول لازم البطولات تبقى في دولابه يعني. فالحمد لله هي زي ما انت قلت هي سلسلة مستمرة ومتراكمة، وكل جيل حسب البطولات اللي دخل فيها تلاقيه حقق نسبة عالية جدا. زي ما انت قلت احنا مثلا جيلنا مثلا ما كانش فيه بطولة كأس العالم للأندية، صحيح ما حققناهاش، بس هتلاقي كل البطولات او معظم البطولات اللي دخلنا فيها سواء دوري سواء كاس بطولات العربيه مثلا مش موجوده دلوقتي كتير. كنا احنا على طول في فتره في التسعينات خدنا 4 5 بطولات ورا بعض عربيه
سواء ابطال الكاس او النخبه او كده. ف يعني الكونفدراليه مثلا ما كانتش موجوده، كانت موجوده بنظام تاني اللي هو كاس الكؤوس الافريقيه، خدناه 3 سنين متتاليه اللي هم 84 85 86، وكان ده كان انجاز غير طبيعي، والنادي الاهلي احتفظ بالكاس في دولابه يعني للابد يعني. فكل جيل حسب البطولات اللي شارك فيها هتلاقيه حقق نسبه تعدي ال 75 80% من البطولات اللي بيدخل فيها، وان شاء الله تستمر، والنادي اكيد في تطور. فبنشكر طبعا اكيد مجلس الاداره، وبنشكر كل مجالس الادارات السابقه، لانه برضو زي ما اللعيبه والاجهزه في تراكم وتواصل، برضو مجالس الادارات من ساعه ما النادي اتبنى لغايه الكابتن محمود الخطيب ومجلسه، تحقيق البطولات والانجازات مستمر، وان شاء الله يستمر يعني باذن الله. طيب هختم معاك، وما ينفعش يكون معايا كابتن مصر وكابتن النادي الاهلي وما اسالوش على اختيارات روي فيتوريا لمنتخبنا اللي هيشارك في كاس الامم في الفتره اللي جايه. تعليقك على الاختيارات، كان في ردود فعل كبيره جدا على عدم وجود ياسر ابراهيم وحسين الشحات تحديدا، هل شاف الاختيارات منطقيه؟ هل كان ممكن يكون في افضل من ذلك؟ يعني تعليق على الاختيارات وشايف حظوظ منتخبنا ازاي كابتن اسامه؟ اولا بالنسبه لحظوظ منتخبنا، ان شاء الله حظوظنا جيده، لان المنتخب المصري في كل البطولات اللي بيشارك فيها او معظمها رقم صعب يعني. يعني يعني منتخب مصر اي منتخب عربي، ممكن احنا ما نديش تقدير لمنتخبنا كما يجب، او بنبقى شايفين انه المفروض يبقى افضل من كده. لكن لو انت سالت اي منتخب من المنتخبات العربيه او الافريقيه هيقول لك لا، مش عايزين نواجه المنتخب المصري، لانه احنا اكتر ناس حاصلين على البطوله الافريقيه، وتملي حتى في ظروف الضعف او في فترات كثيره من عدم القوه الكبيره، برضه بتلاقيك بتوصل نهائي، برضه بتبقى صعب دور قبل نهائي، بتبقى يعني. والدليل على كده ان انت في اخر كام سنه برضو مرتين توصل نهائي، فموضوع يعني ده انا متاكد منه، لان اللعيبه بالذات في البطولات المجمعه بتعيش جو البطوله، تركيزهم جامد جدا اكيد. يعني لو تفتكر 98 مثلا كابتن محمود الجوهري لما الناس كانت رايحه، كل الناس حاسه ان قال لك المركز ال 13 خد البطوله. البطوله اللي فاتت محدش كان متوقع، وصلت للنهائي وخسرت بضربات الجزاء من السنغال، وقبليها الكاميرون وصلت النهائي بطوله برضه النهائي. فاقصد انه المنتخب المصري رقم صعب في اي ظروف، فدي انا ما عنديش شك فيها. ولكن كنا بنختلف اكيد، المدير الفني مستر فيتوريا نتمنى له كل التوفيق، وهو اللي بيقود المسيره، ولازم نديله حق الاختيار وكده، وانه في الاخر نشوف ايه اللي هيحصل. ولكن احنا برضو كناس بنتفرج، او حتى جماهير او محللين او لعيبه قدام او اي او صحفيين نقاد، بيبقى كل واحد ليه رؤيه. وده على فكره من اول منتخب البرازيل وانجلترا والمانيا لغايه اصغر منتخبات، بيبقى ممكن تكون في رؤيه أكيد في بعض اللعيبه مختلفه شويه عن المسؤول او اللي ماسك يعني. فانت زي ما انت قلت، انا برضو بالنسبه لي مستغربه جدا ان ياسر ابراهيم ما يكونش في المنتخب. ياسر بيأدي بشكل كويس جدا وفي افضل حالاته، وشفنا في كاس العالم وفي البطوله بطوله السوبر المصري ادى بشكل ممتاز جدا. فانا برضو دي مستغربه. حسين الشحات بيأدي بشكل رائع وعمل موسم كله كويس، وبرضو شفنا في البطولتين اخر بطولتين دول اداؤه عامل ازاي، وتطور في ادائه، وبعدين من الهدافين يعني كمان. حسين مظبوط، مش بس جناح، اصل ممكن تلعب جناح ومبقاش ليك تاثير على المرمى. هداف، لا حسين هداف، وبتتوقع منه ان يجيب لك جون في اي وقت. فمستغربه برضو. ايضا انا رغم ان انا دي وجهه نظري، تملي انا من المناصرين والمدافعين على مجدي قفشه، ولكن يمكن ظروفه انه ما لعبش كتير في كاس العالم والبطوله السوبر،
ممكن دي تكون من اسباب ان هو بعد، لكن مثلا حسين وياسر شاركوا بصوره كبيره وكانوا قادين بمستوى عالي. برضو انا تيجي تشوف واحد زي محمد شريف في الدوري السعودي بيأدي بشكل كويس وبرضه بيجيب اجوان وراجل خطر. يعني في كام اسم كده وفي طبعا اسامي بدون بقى ذكر اكيد متاخده أكيد أكيد. انا عندي وجهه نظر فيها بس مش هقدر اقول مين او مين فكل التوفيق ان شاء الله لمستر فيتوريا والناس اللي اختارهم، ونتمنى له انه يرجع لنا بالكاس، دي تبقى يعني انجاز غير طبيعي يعني. باذن الله. كابتن اسامه عرابي كابتن مصر وكابتن النادي الاهلي السابق، انا بشكرك شكرا جزيلا، وكل سنه وحضرتك طيب وكل الشعب المصري بخير يا رب باذن الله. دي كانت مداخله مهمه جدا مع الكابتن اسامه عرابي عشان نتكلم معاه على عام 2023 والتحديات اللي هتواجه الاهلي في 2024، ورؤيه سريعه كده على قائمه منتخبنا اللي هتشارك في كاس الامم. ممكن نختلف في الرؤى مع فيتوريا، ولكن كل الدعم والتوفيق للمدير الفني ولجهاز منتخبنا الوطني. البطولة إن شاء الله من أول يوم لغاية اليوم الختامي هنكون في ظهر منتخبنا، ولكن بالتأكيد الإعلام دوره إن هو يعني يطرح وجهات النظر، يتكلم في الاختيارات، ينتقد. طالما بنتكلم بأمور فنية فبالتأكيد لازم يعني الناس ممكن تسمع لنا في التفاصيل اللي زي دي. نخرج إلى فاصل، وبعد الفاصل نرجع، لسه عندي تفاصيل أخرى النهاردة في برنامج الترند. طيب اخر اخبار الترند والسوشيال ميديا بتتكلم في تفاصيل كتيره، سواء عن الاهلي، عن منتخبنا، عن الكره العالميه، ولكن نبدا بسرعه بترند الاهلي لان النهارده في كلام مهم جدا بخصوص المرحله القادمه، التدعيمات، التعاقدات، الصفقات، تجديد عقود بعض اللاعبين. البدايه من حساب اليوم السابع، الاهلي يعلن تمديد تعاقد محمد هاني بعد انتهاء كاس الامم الافريقي. السوشيال ميديا للفترة الجاية وكل مواقع التواصل الاجتماعي مش هيكون ليها حديث إلا عن الصفقات والتدعيمات والتجديد اللي هيتم لعدد من اللاعبين، أبرزهم محمد هاني، علي معلول، عمرو السولية. علي معلول حاليا مع منتخب تونس، فبعد العودة من كأس الأمم هنشوف المستجدات وقتها. عمرو السولية موجود في النادي الأهلي، محمد هاني موجود في النادي الأهلي، وأنا بأكد لكم مفيش أي مشكلة إطلاقا في موضوع تجديد عقود هؤلاء اللاعبين. بعد البطولة أكيد هيكون في أخبار مهمة بخصوص استمرار اللاعبين في الفترة اللي جاية وتجديد وتمديد التعاقد في الفترة الجاية. مفيش أي مشاكل ومفيش أي أزمات وكل شيء هيعلن في وقته. خبر في الجول، اجتماع بين عبد القيعي رئيس شركة الكرة بالأهلي ووليد دعبس رئيس مودرن فيوتشر لإتمام صفقة انتقال عمر كمال عبد الواحد قبل معسكر المنتخب. إدارة النادي الأهلي إذا رأت إن خلال الأيام القادمة قبل سفر منتخبنا إلى الكوت ديفوار لإتمام عدد من الصفقات هيتم النهاردة قبل بكرة، هيتم النهاردة قبل بكرة. طيب آخر حاجة معايا في ترند الأهلي، كرة بلس بيأكد إن الأهلي اقترب من الإعلان عن ضم عمر كمال عبد الواحد. عموما زي ما قلت لحضراتكم كل الكلام هيكون على الصفقات والتدعيمات. نروح بقى للسؤال اللي طرحناه في بداية الحلقة وهو متعلق بعام 2023، أجمل أهداف الأهلي في هذا العام. نورة مساء الخير، مساء الخير يا نورة، بتقول هدف كهربا في الهلال السوداني، وده أفضل هدف على فكرة في السنة دي في إفريقيا، وهدف عبد المنعم في الوداد، وهدف حسين الشحات في اتحاد جدة، وهدف معلول في الفريق الياباني، كلها بصراحة أهداف مميزة. جمال بيقول هدف حسين الشحات في الاتحاد السعودي، وهدف عبد المنعم في الوداد المغربي، هدف منعم ده هدف تاريخي في مرمى الوداد. ناصر بيقول مساء الخير، أفضل هدف سجله كهربا في شباك الهلال، وكمان هدف معلول في أوراوا الياباني في مونديال الأندية، وفرحتي بهدف مودست في فيوتشر عشان سجل وفرح بالهدف. شعيب بيقول مساء الخير، تحياتي لحضرتك، كل أهداف النادي الأهلي حلوة، لكن هدف حسين الشحات في اتحاد جدة عالمي، وكمان هدف معلول في أوراوا الياباني، وهدف كهربا في الهلال السوداني. عبدو بيقول هدف كهربا في الهلال، الكل بيجمع على هدف كهربا اكيد، لان كمان الاتحاد الافريقي ده افضل هدف السنه دي في افريقيا، وهدف منعم في الوداد، هدف معلول في اراوا، وماله ماله مال الاهلي، ماله ماله سايق في دلاله. طبعا دي تحيات الجماهير والاغاني اللي بتتقال في كل المباريات. غريب بيقول كل عام وانت يا استاذ محمد وكل قناتنا بخير وسعاده، وحضرتك طيب وبخير دايما يا استاذ غريب. اجمل الاهداف اللي سجلها الاهلي في 2023، هدف عبد المنعم في الوداد، وهدف كهربا في الهلال، وكل أهداف نادينا العظيم روعة وجميلة وتدخل السعادة على قلوبنا.
أهلاوي وأفتخر. أهم حاجة السعادة على شفاه كل المصريين والأهلاوية. يحيى صابر بيقول أهداف لاعبي الأهلي الجميلة كثيرة، منها كثيرة، منها هدف كهربا في مرمى الهلال السوداني، وهدف منعم في الوداد، وهدف معلول في الفريق الياباني، وهدف حسين في اتحاد جدة. ده الناس كلها تيبيكال الأربع أهداف، إجماع على الأربع أهداف. هاني مساء الخير، كل سنة ومنظومة الأهلي دايما بخير ومزيد من التقدم. الأهل أهداف الأهلي لعام 2023 كلها جميلة ومتميزة، أبرزهم هدف منعم في الوداد، وهدف كهربا في الهلال، وأهداف كأس العالم للأندية بالسعودية، وأهداف كأس السوبر بالإمارات. وكل سنة والأهلي دايما مفرحنا. كل سنة يا أستاذ هاني لحضرتك، وكل سنة وكل السادة المشاهدين بخير دايما يا رب. وإحنا بنختتم عام 2023 في الجزء الأخير من برنامج الترند، لأن بكرة إن شاء الله سنة جديدة عليكم وعلينا يا رب بإذن الله، وهنحاول نقدم محتوى أفضل من اللي قدمناه في 2023. عملنا كده تقرير موجز عن حصاد برنامج الترند في عام 2023 من أخبار وكواليس وقضايا، والحمد لله أخبار أصبحت انفرادات لأنها تحققت بعد فترة من الفترات، سواء على المستوى المحلي أو حتى على المستوى الإفريقي. تقرير موجز بسيط، وإحنا في اللحظات الأخيرة من عام 2023 نتمنى تستمتعوا بهذا التقرير، وبشكركم بالتأكيد على حسن المتابعة والمشاهدة، وكل سنة وانتم طيبين، ومن بكرة إن شاء الله نستقبل عام جديد يا رب بإذن الله يكون عام سعادة وفرحة على كل الشعب المصري في كل مكان. شكرا لحضراتكم وإلى اللقاء. بعد بكرة الكل هيبدأ يدور ويحاول ويتفرج، والبطولة أكيد هتخش في منافسات أقوى، أوكلاند سيتي، بعد كده مباراة مع سياتل بطل أمريكا الكونكاكاف، ربنا يسهل ممكن تروح لمباراة يعني مش عايز أتكلم عليها، لسه بدري، لسه عندنا موقع أهم، مباراة أهم أوكلاند سيتي. ولكن الجانب التسويقي لما تفكر في إذاعة الحدث ده، وعندك ممكن مباراة حتى لو بنسبة 10% ممكن تكون مباراة الأهلي وريال مدريد، شوف المكاسب المالية اللي ممكن تيجي والمردود الشعب اللي ممكن يجي من إذاعة هذه المباراة لكل أفراد الشعب المصري. الأهلي سيفتتح مشواره في كأس العالم للأندية في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية يوم 15 ديسمبر. هيواجه مين؟ قراءة يوم 7-9 هتحدد المباراتين. الفايز ما بين اتحاد جدة وأوكلاند سيتي هيلاعب يا الأهلي يا أراوا ريد ديمونز بطل آسيا الفريق الياباني، يا ليون المكسيكي. من اللقطة دي أتمنى تبقى ترند على السوشيال ميديا وتوصل للاتحاد الدولي. بصوا الفارق، الصورة دي ترند على السوشيال ميديا. ضربة جزاء في مباراة بيراميدز اتحسبت لأن ركلة جزاء فعلا مخالفة للقانون، وهنا ركلة جزاء وفيها عنف أكتر مع كهربا وما اتحسبتش. اللقطة دي ترند، توصل للحكم البولندي، توصل للفيفا، توصل للجنة الحكام، لأن التحكيم السيء في بطولة دولية فيها فار وتقنية نصف آلي أعتقد بيبقى خطأ كارثي ما ينفعش يعدي، ولازم نعمل سبوت عليه. تأكدت رسميا أن خلاص تم تحديد ميعاد السبت المقبل موعدا لإجراء قرعة السوبر ليج، تصنيف فرق السوبر ليج، ودي نقطة مهمة جدا عشان لما تتعمل القرعة تعرف أنت هتلاعب مين. تصنيف فرق السوبر ليج، الأهلي على رأس الفرق المصنفة زي ما أنتم شايفين على الشاشة، وده الجزء المتعلق بالتصنيف وتقديم الفرق الثمانية اللي هتشارك في أفريكان فوتبول ليج، الدوري الأفريقي لكرة القدم. جات لي معلومة، وانتوا عارفيننا كده لما بنطقص على بعض التفاصيل بتحصل، إن الماتش ممكن يتلعب الساعة 4 العصر. الماتش ممكن يتلعب الساعة 4 العصر، فهنستنى ونتأكد. المفروض النهاردة طاقم التحكيم اللي هيدير المباراة هيتم تعيينه بشكل رسمي، وطاقم التحكيم اللي هيدير المباراة سواء حكم ساحة حكام الفار النهاردة هيتم تعيينهم بشكل رسمي من قبل لجنة الحكام في الكاف، وبالتالي هيتم الاختيار ان المباراة ميعادها الساعة كذا في ملعب لوفتس، طاقم التحكيم كذا. يعني موضوع قفش اساسا لو اتحقق فيه واتخذ قرار موضوع لا يذكر، بس اتحاد الكورة لو خد رد الاهلي وبعته للفيفا هو كده بيقول للفيفا انا مش هاخد قرار، خد انت القرار، وهنا هتبقى مشكلة كبيرة. اعمل زي ما الاتحاد الافريقي عمل، هو اداك مهلة للتحقيق واتخاذ القرار، يبقى انت كاتحاد كوره تاخد رد النادي الاهلي وتاخد رد اللاعب على الموضوع وهو هيشرحه لك، والفيديو واضح جدا ملوش علاقه بالعلامه ولا الامور اللي الناس حبت تدخل فيها النادي الاهلي طرف او قفشه طرف، لان قفشه اساسا لو سالته مش هيعرف اصلا دي علامه مين وبيتكلم عن ايه. دي نقطه واضحه للكل والناس كلها عارفاها، ولكن اتحاد الكوره
لو ما خدش قرار في ال 90 يوم ساعتها طبقا للوائح الفيفا وطبقا للخطاب المرسل من الفيفا، لجنه الانضباط في الفيفا هي اللي هتناقش هذه القضيه. الاهلي تاهل بالامس، الاهلي مصنف التصنيف الاول، الاهلي اساسا تصنيفه رقم واحد على كل الانديه الافريقيه. ففي حال تاهل الترجي والوداد وصن داونز مبارياتهم كلها النهارده، هيبقوا كلهم مع الاهلي في المستوى الاول. فبالتالي الاهلي منذ فتره طويله يعني جدا لاول مره هيلعب دور المجموعات دون تواجد نادي صن داونز معاه، يعني صن داونز مش هيكون موجود مع الاهلي في دور المجموعات. خلاص الزمالك مش موجود، الرجاء المغربي مش موجود، نهضه بركان مش موجود، فبالتالي اللي بيقرب من التصنيف بعد الاهلي والوداد والترجي هيكون مامولدي صن داونز. فالاهلي الترجي وداد صن داونز دول كلهم تصنيف اول، في اتجاه ان يكونوا موجودين في تشكيل لجنه الحكام اللي هيتعرض بكره على مجلس اداره اتحاد الكوره، بحيث ان التشكيل يكون كالاتي، ودي اسماء احنا بنقولها النهارده لاول مره. المحاولات اللي بتجرى لاستبعاد محمود عاشور واستبعاد محمد عادل من القائمه الدوليه نتائجها هتبقى سلبيه وعكسيه على التحكيم المصري، لان الاثنين مرشحين بنسبه 100% لاداره مباريات كاس الامم في الكوت ديفوار يناير 2024، واستبعادهم من القائمه الدوليه ده هيقلل فرص مصر في عدد الحكام اللي هيكونوا موجودين في كاس الامم. نمره اتعملت من كام يوم وانا وصفتها ان هي نمره. النهارده اللي عمل النمره طلع يعتذر عن النمره اللي هو عملها. انا قلت لكم وقتها والله ما يستحقش اكتر من نص دقيقه او دقيقه، ولكن النمر اللي بيعملها هو بيعملها عشان نطلع نتكلم عليه، فمحدش بعد كده يتكلم عليه، اعتبروه هوا مش شايفينه. مهما قال محدش شايفه، محدش حاسس بيه، محدش يهتم باللي بيقوله، لان هو شغله كله مبني على النمر. وانا قلت قبل كده النمره هي ايه؟ انك تروح فرح أو تحضر مناسبة بتلاقي فيه نمر معمول على المسرح. هو بيعرف يعمل النمر اللي بتتعمل على المسرح. ولما يلاقي النمرة كبرت وخدت حجم كبير وممكن تعمل له مشكلة يطلع يعتذر، أو يطلع يقول لك الأكونت اتهكر، أو يطلع يقول لك أصل أنا ده ما كنتش مش عارف إيه. النمرة المرة دي كانت صوت وصورة. فلما حس إن الموضوع كبير فقال لك أنا بعتذر. اعتذارك أو عدم اعتذارك بالنسبة لنا أساساً ما يفرقش في حاجة، لأن أنت بالنسبة لنا هوا مش شايفينك.